بدأ الاجتياح الإيطالي الفاشي لليبيا في 29 من سبتمبر عام 1911 وفي 10 من أكتوبر تم أول إنزال للقوات الإيطالية تحت قيادة الجنرال كارلو كانيفا. وكانت مكونة من 20,000 جندي سرعان ما احتلوا طرابلس ودرنا وطبرق، لكن الغزاة عجزوا أمام بنغازي مع تصاعد المقاومة الشعبية المسلحة بقيادة أسد الصحراء عمر المختار. وضعت قوات الاحتلال سياجا من الأسلاك الشائكة على جزء كبير من الحدود مع مصر، امتد من البحر المتوسط حتى واحة جغبوب، وحولته إلى معتقلات جماعية. رحلت إليه أكثر من 10,000 ليبي بهدف كسر المقاومة وترهيب حزامها الشعبي الداعم. كما حول المحتلون قرية صغيرة وادعة تسمى العقيلة، تقع جنوب خليج السدرة غرب مدينة بنغازي، إلى معسكر للعقاب الجماعي. زج فيه عائلات بأكملها كانت تجمعها قرابة بالمقاومين بهدف الضغط عليهم للاستسلام. وتقدر الإحصائيات مقتل ثلثي من دخلوا المعتقل بين عامي 1928 و 1931 جوعا أو تحت التعذيب. حشرت عروش بأسرها في خيام محاطة بالأسلاك الشائكة، وأجبرت على السخرة بشق الطريق الساحلي قرب العقيلة ورصفه في الصحراء وتفريغ حمولة السفن مقابل حفنة من الشعير أو كسرة من الخبز. دفن في رمال المعتقل الوحشي ما بين 18,000 و20,000 ليبي من مجموع 30,000 سيقوا إلى معتقلات الموت الفاشية الرهيبة.